مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. انا كنتبارك مباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط منطقه بوسكوره. هذا هو المنزل اللي كانت شافت فيه جريمه قتل اللي راه ضحيه ديالها شاف شونشي. اللي بعد ما تخاب 48 ساعه ولقوه مربوط، ماريو مربوط دارو من هذا الشقة اللي هو ساكن الضحية. كتشوفوا معنا إذن هذا هو منزل جريمة دي نصحات على سكنة بوسكورة صباح هذا اليوم. لقوا ضحية عريان ومربوط ومكينة السيارة ديالو. رجال دار الملكي مازال مستمرين في عملية البحث ديالهم. ارتكي لي هذه الجريمة. حكم انهم او عريان مربوط ف جريمة الجريمة هذا الحال ما تكونش جريمة عادية. حسب المعطيات اللي خدينا بان الضحيه كان يوم الاثنين في موقع العمل ديالو، فغبر البارح وغبر اليوم انقطع اتصال فيه. تم ابلاغ رجال درك ملكي بدورهم يبلغوا بداو اذن من عند الوكيل تاع جلالة الملك باش اقتحموا الدار وقاو ضحية في حالة بوزرية عريان ومربوط، مربوط من يدي ورجليه. امين يا ربي، الله يبين الحق. اذا مشاهدينا الكرام، هذا هو المنزل اللي وقعت فيه ابشع جريمة هذا الصباح بمنطقة بوزرية، وانا الي راجعون. في هذه اللحظات الدرك الملكي كيغادروا المكان. اذا بداو احد المشتبهين في هذه اللحظات. كلشي تجري، كلشي تجري.
مشيت نجري راني علاش مشيت كنجري تبان لي شي واحد ما درتهاش كاع في البيوت صغير اوكي راه هذا كيدير بالي شكون شاف غيكون شاف شي حاجه حتى ملي كتفاصل باش كيدير معاه قال لي لا ها انت بحال كيدير عطيه ديمونستراسيون ها انت انا مدرك هكا كيفاش جنو كيسكن جو كيسكن في الدار ماشي واش هو اللي كان يبيع السيس ها لا لا ها هو اللي كان السيس داو الدرجه انا عاكي دابا ماشي ديك المعلومه اللي كاين فينا لا 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 ماشي هو لا السيس راه داو هو المفتاح لا السيس شي سمعوني مزيان مشاهدينا الكرام هذه التفاصيل ديال الاب شاع جريمه قتل وقعت هذا الصباح غنختم معكم البث المباشر على امل ان نتلاقاو بكم في بث اخر باذن الله.